روح مرة أخرى للمغرب ولقاء مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي. نروح لك، عايزين نروح لكهربا. كهربا كهربا على يا باشا. تستاهل كل الخير واللعيبه كلها تستاهل كل الخير. اجتهدت بشكل كبير جدا جدا جدا. بطوله غاليه. فرحتك النهارده كانت مختلفه. انا مش عارف ليه انت اللي هتقول لي فرحتك النهارده كانت مختلفه ليه. حابب تقول يا كهربا على الفوز العظيم جدا وعلى الميداليه الغاليه جدا جدا عليكم. نبقى كده عشان نشوف ايه عرب افريقيا. الحمد لله فضل ونعمه من ربنا. يعني اللعيبه دي كلها والجهاز الفني تعبوا، والجمهور اللي جاي من ورانا دوت يعني تعبوا بصراحه، واحنا يعني ما كانش ينفع ان احنا نخسر ابدا. وربنا كبير وربنا كريم. والله يمكن الواحد كان بيتامل قبل الماتش ده، واللعيبه كلها كانت بتتامل. كنا شباب بنعرف ننام عشان نكسب الماتش دوت، عشان كده كنا فرحانين. والحمد لله يمكن حاجه بالنسبه لي خاصه جدا ان انا كنت بعيد قوي ورجعت شهر واحد واخد كاس مصر وكاس السوبر وبطوله افريقيا. والحمد لله يعني بشكر ربنا ان انا شاركت وتعبت في الماتشات دي كلها، وربنا ما ضاعش تعبي. وبشكر ابويا وامي واختي واخويا على تعبهم الفتره اللي فاتت دول معايا، وجمهور نادي الاهلي على دعمهم. وبشكر طبعا مستر كولر والجهاز الفني كله على مساعدتهم ليا واللعيبه اخواتي. والنهارده كنت فرحان زياده عن اللزوم بقى، لان انا لعبت 3 نهائيات مع النادي الاهلي. الحمد لله خدتهم ال3 نهائيات. وبالنسبه لي 3 افريقيا دي حاجه كبيره قوي. يمكن كنتش احلم ان انا اخد 3 افريقيا مع الاهلي 3 سنين. وبهد الكاس دوت طبعا لجمهور النادي الاهلي العظيم ولابويا وامي واختي واخويا ان شاء الله. انا يمكن سالت الشناوي على معلول، لازم اسالك على معلول. الحقيقه معلول ضغط جدا الفتره اللي فاتت الحقيقه، لكن قدراتكم وامكانياتكم وعيوكم واللعيبه الكبار اللي في النادي الاهلي قدرت ان هي تطلع عليه مع الجهاز الفني. عملته ازاي؟ علي معلول لعيب كبير قوي وقدوه للاعيبه تونس واخويا وياسر ابراهيم.